السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفراح مصرية في باريس مالية الدنيا. باريس النهاردة وشها حلو علينا. النهاردة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بيعمل إنجاز وإعجاز كبير جدا في الكورة ما حصلش قبل كده في تاريخ مصر. ممكن حصل في منتخب الشباب بتاع الكابتن شوقي غريب ان احنا حصلنا على برونزية كاس العالم، انما ان انت توصل لنص نهائي بطولة او اولمبياد باريس ده انجاز كبير جدا جدا جدا. ومن هنا بنحيي مستر ميكالي الكوتش الكبير قوي يا جماعة، اللي انا عندي قناعة بيه بشكل كبير جدا جدا جدا. والموضوع يعني بالنسبة لي ميكالي ده حاجة كده فاكهة، مدرب فعلا بيعمل من الفسيخ شربات، مدرب عنده مشاكل كانت جم قبل البطولة، فلان جاي وفلان مش جاي وفلان رايح فلان مش عارف ايه، ما مش عارفين نجيب محمد صلاح، مش عارفين نجيب امام عاشور، مش عارفين نجيب عبد المنعم، انما كل ده الراجل ضربه في الخلاط كده وطلع بمنتخب جيد جدا جدا، قدر يوصل لنص نهائي اولمبياد في انجاز واعجاز في الكروي بيقدمه مستر ميكالي ولعبته الرجاله من اول حمزه علاء حارس المرمى الكبير جدا، اللي بقى كبير جدا على الرغم ان هو بيتقال عليه صغار في السن، لو مش صغار في السن حمزه علاء من حراس المرمى الكبار قوي قوي فنيا وانا بحييه. احنا زملكاويه، حمزه علاء لاعب النادي الاهلي، انما بصراحه برافو عليه حارس مرمى راجل، حارس مرمى من الحراس الكبار اللي ليهم مستقبل كبير جدا، وانا من هنا بحييه وبقول له برافو عليك يا حمزه. بحيي حسام عبد المجيد، بحيي كل الرجاله، كوكا لاعب النادي الاهلي من الرجاله اللي لعب باك ليفت وما بيلعبش مركزه وبيأدي اداء رجولي، ولما نزل نص الملعب بيأدي اداء رجولي، وفي ضربه الجزاء شاط ولا خاف ولا قلق، ورجاله بجد. حسام عبد المجيد النهارده نجم من النجوم وشاط ضربه الجزاء، انا نفسي كنت متخوف وبعتذر لك يا حسام ان انا كنت خايف منك، انما برافو عليك يا حس. رجاله يا جماعه الفرحه حلوه، الفرحه بجد حلوه جدا. بنحيي منتخب مصر الاولمبي، بنحيي اسامه فيصل، بنحيي ابراهيم عادل، بنحيي زيزو اللي تحامل على نفسه المحلي، زيزو المحلي بنحييه، بنقول له راجل نني اللي مصر كلها كانت بتقطع فيه بيلعب مع متحامل على نفسه من اول ربع ساعه وعنده مشاكل وبيقدر يعني مشاكل في الاصابه او في الشد، وشفنا اول 10 دقائق كلنا اتخضينا، وكان خروج النني كان هيبقى مؤثر جدا ضد علينا، ومع ذلك الراجل كمل 120 دقيقه وشاط بينالتي، وكان بالفعل راجل بمعنى الكلمه. بنحيي منتخب مصر الاولمبي كله، بنقول لهم مليون مبروك الوصول لنص نهائي، وان شاء الله باذن الله تفرحونا الماتش الجاي بميداليه، مش هنستنى اقل من ميداليه ان شاء الله باذن الله، سواء بقى ذهب فضه برونز احنا مستنيين منكم ميداليه، وانتوا تستحقوا لان انتوا ما خدتوش حقكم قبل البطوله، ما استعدتوش كويس. خد بالك المنتخب ده ظلم في استعداد، ظلم في ماتشات وديه، ظلم في كل في اختيارات اللعيبه، ظلم في حاجات كتير جدا. ادوا للراجل حقه، ادوا مستر ميكالي حقه، لانه بصراحه مدرب عبقري. ناس كان بتزعل مني ان انا بتكلم على مستر جوميز، بصوا الفرق يا جماعه، بصوا الفرق من المدربين الكبار اللي بيعملوا من الفسيخ شربات، بجد في فرق كبير جدا جدا جدا. على الرغم الزمالك النهارده عمل ماتش كويس جدا مع مستر جوزيه جوميز، واللعيبه كانت فايقه، والمسلوسي جاب بينالتي والماتش هايل، انما ميكالي يا جماعه في حته تاني، مدرب كبير قوي بيطوع لعيبته وبيطوع الامكانيات بتاع لعيبته، والتغيير اللي بعد الهدف اللي جه فينا عمل تغييرتين ثلاثه كده بميسي مع قطه مع وغير طريقه اللعب وبدا يضغط على فرقه رجواي بشكل كبير جدا، الاسيست الكبير جدا مستر اسيست مستر زيزو لابراهيم عادل الهداف بتاعنا، بصراحه حاجه تفرح، احنا مبسوطين، وان شاء الله باذن الله تقدروا تفرحونا في الفتره الجايه وتعملوا معانا اللي احنا مستنينه منكم، لان انتوا فعلا رجاله، تحملتوا الصعاب وتحملتوا الضغوط وتحملتوا النقد وتحملتوا قد ايه. زيزو النهارده بيلعب نص ساعه كامله عنده شد في الضمه، وكان ممكن الضمه دي لا قدر الله يحصل حاجه اصعب من اللي موجود دلوقتي، واعتقد ان هو تحمل على نفسه بشكل كبير جدا. يا جماعه تيشيرت منتخب مصر غالي قوي، افهموا بقى، الناس اللي مش فاهمة افهموا، بلاش ننتقد لعيبة منتخب مصر، وانا قلت بقول لازم نقف جنبيهم،
اول اسمين قلتهم كوكا وحمزة علاء. انا هنا بمثل، انا هنا المنتخب ده بيمثل منتخب مصر، واللي لابس تيشيرت منتخب مصر عارف قيمته، عارف قيمته، عارف العلاقة بين اللعيبة وبعضها، متصابر في نص الملعب، كل اللعيبة، كل اللعيبة بصراحة بلا استثناء هايل يا رجالة. الله ينور عليكم، شرفتونا وفرحتونا. منتخب اليد منتخب اليد يا جماعة عمل إعجاز النهاردة. أنت بتكسب المجر وبتوصل كمان لأن أنت قربت أن أنت تعدي الدور ده وتلعب مع فرقة أسهل من اللي أنت بتلعبهم دلوقتي. أنت في مجموعتك المجر والدنمارك وفرنسا، بتتعادل مع فرنسا، اتغلبت الدنمارك، إنما بتكسب من المجر وبتتعادل مع فرنسا، وفرنسا بتبقى مبسوطة على ملعبها وهي بتتعادل معاك، فحاجة تشرف بصراحة. الفرحة حلوة، عشان كده كنا بنتمنى إن يبقى الاستعداد للأولمبيات أفضل من كده في كل الألعاب. القدم اتظلم، بقيه الالعاب اتظلمت، في العاب كتير جدا اتظلمت في الاستعدادات، في ناس ما معهاش مدربين. يا جماعه يا جماعه الميداليه غاليه جدا، واحنا عندنا الامكانيات ان احنا نعمل بطل اولمبي. منتخب مصر لكره القدم ده، عشان في فرق بين منتخب اليد ومنتخب القدم. منتخب اليد دول المنتخب الكبير، مستعدين كويس، عندنا لعيبه محترفين في احسن انديه في اوروبا، عندنا يحيى خالد بيلعب في باريس سان جيرمان، عندنا كان علي زين بيلعب في برشلونه، عندنا لعيبه تقيله جدا في منتخب اليد، فما عندهمش مشكله، خبراتهم تقيله. انما المنتخب الاولمبي ده ما لعبش الا ماتشين قبل البطوله، كرواتيا والعراق على ما اعتقد، وكانت يعني الاستعداد للبطوله كان قليل جدا جدا جدا، ومع ذلك الرجاله كانوا عند الموعد، ومنتخب اليد كان عند الموعد وقدر ان هو يقرب بشكل كبير جدا. فاضل لنا ماتش مع الارجنتين، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبه، والمجر هتلاعب الدنمارك، وان شاء الله باذن الله الدنمارك كده كده طالعه اول، يبقى انت تقدر توصل تاني تقابل بقى خامس سادس في المجموعه، تقدر او رابع في المجموعه التانيه، تقدر ان شاء الله باذن الله تعديها، لان المجموعه بتاعتك صعبه جدا جدا جدا. انما من دلوقتي بنقول لكم منتخب مصر هيلاعب منتخب فرنسا، خلاص فرنسا خلصت، فان شاء الله باذن الله رجالتنا يكونوا عند الموعد. انا عارف ان ممكن زيزو ما يبقاش موجود بشكل كبير، يا رب ما يحصلش، يا رب يكون الاصابه خفيفه، بس انا يعني عندي شك كبير جدا ان زيزو ممكن يبقى موجود. هل ممكن الراجل يقعده على الدكه ولا الدنيا ايه؟ يعني ان انت هتلاعب فرنسا على منتخب قوي جدا على ملعبه، فالامر مش هيبقى سهل، الامر مش هيبقى سهل. فرجاله منتخب مصر شرفوا مصر كرة قدم وكرة يد، والميدالية البرونزية اللي حصلنا عليها بتاع محمد السيد، وإن شاء الله بإذن الله منتخب جماعي يقدر يشرفنا. يعني الألعاب الجماعية قدم ويد بصراحة يعني مشرفين الكرة المصرية. وتاني مليون مبروك لمنتخب مصر لكرة القدم، مليون مبروك لمنتخب مصر كرة اليد على النجاحات الكبيرة اللي بيقدموها في الأولمبيات، وإن شاء الله بإذن الله نفرح بميدالية. نخش للاخبار المهمه جدا اللي جمهور الزمالك كله بيتكلم عليها. كابتن بن شرقي فين؟ بن شرقي فين؟ بن شرقي قدم السبت والحد والاثنين امام مجلس اداره نادي الزمالك. كنا اتكلمنا قبل كده ان الموضوع صعب جدا، وطلع الاستاذ عمرو الادهم قبل كده قال ما في احد البرامج ان موضوع بن شرقي صعب جدا، المبلغ المطلوب لبن شرقي 2 مليون دولار، مبلغ كبير الزمالك مش هيقدر عليه. انما بعد ما قدم بن شرقي السبت والحد والاثنين وطول الاسبوع كله لمجلس اداره نادي الزمالك، نتمنى او انا اتمنى زي جمهور الزمالك كله ان نادي الزمالك يبتدي ياخد خطوات مهمه جدا او خطوات سريعه في الانهاء صفقه بن شرقي، لان بن شرقي نزل بالريت بتاعه من 2 مليون دولار بقى مليون دولار، وممكن توصل ل 800 لو الزمالك ده شويه، لو مجلس الاداره ده شويه. وانا شايف ان المجلس بيتكلم، او عندي معلومه، مش شايف، عندي معلومه ان المجلس بيتكلم مع بن شرقي وفي مفاوضات مع بن شرقي. والراجل بصراحه يعني عايز يرجع من الاخر، لان هو عنده عرض واحد من الوداد المغربي، وانا متاكد ان عرض الوداد او الرجاء المغربي وعرض الرجاء مش هيعدي 400 500 الف دولار. فلما ياخد هنا 800 900 ممكن، والراجل عايز، ولاعيبه الزمالك عايزه، وجمهور الزمالك عايز، وانا برضو عندي معلومه ان المجلس عايز. انما لازم ندوس شويه، لازم ننجز شويه، لازم الصفقه دي صفقه جماهيريه بالنسبه لجمهور الزمالك، تقل لعيب تقل معاك. حدش يقول لي بقى اصل بن شرقي كبير، اصل بن شرقي مش عارف ايه، اصل اوضه اللبس، اصل، سيبكم الكلام ده، ما حدش يضحك علينا. بن شرقي عنده 29 سنه،
النادي الاهلي على سبيل المثال بيفاوض يحيى عطية الله عنده 31 سنه. احنا هنهزر؟ كبير ايه؟ بن شرقي 29 سنه، 29 سنه، وراجل عنده الامكانيات والخبرات، وجمهور الزمالك عارفه وعارف اللعيبه، وهيقدم وهيعمل الفارق. انت داخل على سوبر ضد النادي الاهلي، وخد بالك بن شرقي قبل ما يمشي واخد بطوله كاس مصر من النادي الاهلي، فهو ليدنج. ولما يجي هنا مع زيزو، مع بن شرقي، مع عبد الله السعيد، يا نهار ابيض، وقدامهم سيف الجزيري، انت كده قويت، ومعاك شلبي ناحيه الشمال، ومعاك ناصر ماهر، ومعاك شحاته، ومعاك دونجا، لا بقيت فرقه. فتوح ناحيه الشمال كباك ليفت، عمر جابر ناحيه اليمين، المسلوسي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم نادي الزمالك، وخلص سرد باك من اللي احنا قلنا عليه امبارح، حتى لو مضى بيكم، حتى لو مضى لسه في كلام، خد بالك. ما هو كده 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 انت هتخلصه من نادي سيراميكا، محدش يعني يقول لك اصل هو مضى يبقى هو عايز. طب ما هو النادي عايز يمضيه عادي، بس هو في الاخر هيخلص من نادي سيراميكا. نادي الزمالك يدوس شويه ويخلص برضو الصفقه دي. فدول صفقتين في منتهى القوه، صفقه بن شرقي بالذات صفقه جماهيريه. نرجو من مجلس اداره نادي الزمالك اللي هم، انا تاني بقول لكم اهو، هم بياخدوا خطوات وكلموا اللعيب، دي معلومه من عدو مجلس اداره، معلومه من عدو مجلس اداره، في خطوات اتخذت مع بن شرقي، فاضل رتوش وتجهيز المبلغ. الامور دي ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره قادر عليها، وهم عودون على كده ان هم بيسكتوا بيطلعوا بحاجات مهمه، فان شاء الله باذن الله يطلعوا لنا بالموضوع ده ويخلصونا. بن شرقي لعيب مهم، جمهور الزمالك مستنيه. اي حد بقى يقول لك برده اوضه اللبس يا عم، مفيش حاجه، مفيش الكلام ده. لما بن شرقي ما ياخدش الرقم ده امال مين؟ بقول لك في لعيبه بتخلص بفلوس قد بن شرقي مره ونص ومرتين وثلاثه، ده للانديه غير اللي بياخدوا اللعيب. غير اللي بياخدوا اللعيب، يعني النادي الاهلي لما بيفاوض يحيى عطيه الله واصل الموضوع لمليون ونص دولار للنادي بتاعه، مليون ونص دولار، انما ده لعيب فري. بن شرقي لعيب فري، ده انت النادي الاهلي بقول لك هيدفع ليحيى عطيه الله مليون ونص للنادي بتاعه غير عقده هو. النادي الاهلي عنده فلوس، وانت ان شاء الله باذن الله تقدر. احنا يا جماعه نادي الزمالك في خير، اسمعوني صدقوني، وانا عارف مجلس الاداره ان شاء الله باذن الله هيخلص الموضوع ده قريب، وهنفرح كلنا بوجود بن شرقي داخل نادي الزمالك. برضو انا يعني من ضمن الكلام والمعلومات اللي جاتني ان في بعض العفاريت اللي طالعه لمجلس الاداره، ودي مشاكل وديون بتظهر كل شويه، وصلت لارقام كبيره جدا خرافيه وخزعبليه على نادي الزمالك، ما بين هيئات بقى واشخاص ومنهم مدربين سابقين وحاجات كده. عارف انت، الله يكون في عون المجلس ده، والله انا بنتقدهم في اوقات كتير وبقول لهم لا انتوا غلط، غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا. يعني انا نفسي جوميز ما يبقاش موجود، لان جوميز مش بنفس الكفاءه بتاعت اسم نادي الزمالك، انما في الاول وفي الاخر الناس دي معذوره، معذوره بجد. انا والله لما بيكون في حاجه بقولها، تخيل كمية الديون اللي كانت على الناس دي، والناس بيحاولوا يسدوها، فالموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. والديون دي عطلت حسب صفقات كتير كانت في منتهى الأهمية، إنما هم قادرين وبيسدوا، وإن شاء الله بإذن الله محدش يضحك عليك ويقول لك فك القيد مش هيتفك، وفلان بيقول مش هيتفك ومش لا، القيد هيتفك، والزمالك هيعمل صفقات، وهيعمل صفقات كبيرة إن شاء الله بإذن الله. محدش يا جماعه يضحك عليك ويقول لك نادي الزمالك، لا هيقدروا، انا عارف هيقدروا. انا قلت في فلوس داخله، قلت دخل لهم فلوس، هي بس المشكله الكبيره اللي هتقابل نادي الزمالك عرض زيزو او تجديد زيزو، لان زيزو رقمه هيبقى كبير، وان شاء الله باذن الله هيخلص. لا للاستغناء او لا للتفكير في بيع زيزو، ده كلام نهائي. زيزو مش للبيع، زيزو مع بن شرقي، مع الناس اللي احنا الجمهور بيطالب بيهم، دول لازم يبقوا موجودين في الفرقه السنه الجايه. عايز تاخد سوبر وتكسب وتاخد فلوس كويسه وتوصل لمراحل كويسه، الناس دي تبقى موجوده. طيب خبر سريع كده عن النادي الاهلي والكابتن الخطيب، بي 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 يعني يعني بيتجه بشكل كبير جدا انه يخلص، او دخل في الموضوع الساعي بقوه، وقدم عرض لنادي الاسماعيلي 20 مليون جنيه، ومع العرض ده قدم نيدفيد او الدبيس
واتنين من اللعيبه الشباب، بس الشباب اعاره لموسم او اتنين. ده عرض مقدمه النادي الاهلي في عمر الساعي في الفتره اللي جايه. عارفين كلنا او اليومين دول عارفين كلنا ان النادي الاسماعيلي قال لك انا هبيع الساعي بمليون دولار، يعني 50 مليون جنيه. ده غير النادي الاهلي لما لقى الامور كده زق اسم زي نتفت، زق اسم زي كريم الدبيس، واتنين شباب اعارات لمده سنتين او سنه مش فارقه بالنسبه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. انما الصفقه قربت بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، والنادي الاهلي داخل فيها بقوه، والنادي الاهلي بيحاول يخلص الموضوع ده في خلال الفتره دي، لان النادي الاهلي بعد ما شاهين ديانج بيسعى ان هو يجيب عمر الساعي، وكمان في كلام عن قفشه، في كلام عن مروان عطيه، وانا قلت لكم امبارح العرض بتاع السعوديه اللي بيطالب بيه مروان عطيه ان النادي الاهلي يوافق عليه مع اللعيبه اللي مع عمر الساعي يعني اللي هيجي. فانت كده النادي الاهلي برضو بيقوي نص ملعبه تاني عشان يبقى عندهم بديل واثنين وثلاثه في مكان عمر الساعي. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله اخباري خلصت، انما باذن الله نبارك لمنتخب مصر في الفتره الجايه، وان شاء الله بنقول لزيزو الف مليون سلامه، وربنا يرجعك بسرعه بالسلامه يا زيزو، وتلحق ان شاء الله باذن الله نص نهائي ضد منتخب فرنسا، وان شاء الله باذن الله منتخب اليد يوصل للمرحله اللي جايه، ويوصل كمان لميداليه باذن الله في الاولمبيات. وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق نادي الزمالك ويعمل الصفقات المهمه اللي مستنيينها منهم من مجلس الاداره، ونقدر نوصل لابعد مرحله في الفتره الجايه، ونعمل ونكون فريق نادي الزمالك، يكون فريق قوي يقدر ينافس فيه على كل البطولات. السنه دي كانت سنه صعبه جدا على الرغم فوز بالكونفدراليه، انما مجلس الاداره ربنا يوفقه ويقدر يخلص كل اللي بيحلم بيه جمهور نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. من هنا الفيديو بتاعي بيخلص، كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.